اعتبرها رسالة لك من الله، لأن ما في شيء صدفة في الحياة. الأحداث اللي تصير لك في يومك ترى كلها تحمل رسائل، الأحداث السلبية، الأحداث الإيجابية، الكلام اللي تسمعه الآن اعتبره رسالة. فلنفرض أنك تعاني ما تعانيه في الحياة من أي مشكلة، مشاكلك اللي موجودة عندك الآن أيا كانت، فكر معي. أولا، إحنا نؤمن أن ما في شيء صدفة، وأن الله سبحانه وتعالى وضع لكل شيء سبب، سواء فهمنا الأسباب أو ما فهمناها. بس إن نقول أن الموضوع عشوائي، لا، كذا نسيء الظن في الله ونقل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، نقول أنه عشوائي في ناس تحدث معهم تغييرات. لا، خلنا نركز شوي في الناس اللي كانوا في، يعني في صلب المعاناة، صلب المعاناة، سواء في بلدان فيها حروب، في يعانون من أمراض، مشاكل نفسية اجتماعية صحية، فقر، ديون، بعدين تغيرت حياتهم. يعني في أمثلة كثير في الحياة نشوفها. هل تعتقد أن التغيير اللي حصل معهم أنه من باب الصدفة؟ لا طبعا، في شيء حصل معهم. بعضهم تبحث معه مثلا أو تسأله تلقاه يقول والله كان عندي أمل، كان يقول والله كنت أشوف نفسي في هذا المكان، كنت أتخيل، كنت أدعي الله، كانت نيتي، مع أنه ما في أسباب، لكن كنت ناوي، كنت أقول أن الله سبحانه وتعالى قادر، وليش لا، وش المانع أني أكون أنا مثلا. هذه رسالة أنا أحملها لك. إيش المانع أنك أنت أحد هذول الأشخاص اللي تحولت حياته من الجحيم إلى النعيم؟ تدري إيش الفرق؟ في ناس ما يفقد الأمل بالله، حتى لو فقد الأمل أو وصل إلى مرحلة اليأس والقنوط يرجع لله دائما. ليش لا؟ ليش لا أنك أنت تتغير وتكون أحسن من أحسن الناس في الحياة، عايش الحياة اللي أنت تبغاها؟ ما في مانع. ترى المانع هو الأفكار اللي نحملها، المعتقدات، الظنون، الأشياء اللي إحنا نتوقعها، توقعاتنا، هي اللي تمنع عنا الخير، هي اللي تحجب عنا. رسالتي لك اليوم، فكر في كل إنسان تغيرت حياته، لا تحط أنت أسباب إن طيب كذا عشان كذا صار معك كذا، لا يا، خلها على الله. بس أرجوك اليوم فكر بهذه الطريقة فقط، إنه ما في مانع، بس أنت وكل الأمر لله، وما يدرك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا كلام رب العالمين، الله سبحانه وتعالى يقول وما يدرك لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. الله سبحانه وتعالى يسأل في القرآن الكريم فما ظنكم برب العالمين؟ وش ظننا بالله سبحانه وتعالى؟ الظروف الصعبة اللي تمر علينا، ما يعني تدرون التغيير كيف يحصل؟ مثلا غالبا إحسان الظن، الدعاء، الإنسان يبقى متمسك بحبل في الأمل، حبل للأمل مثلا أو لحسن الظن، هذا اللي تحدث معهم تغييرات كبيرة في الحياة. بس لازم تسعى، السعي ما هو سعي جسد، والله ما هو، يضحكون عليك اللي يقول لك سعي جسد، لأنه أنا ما عندي إمكانيات أسعى فيها مثلا. السعي اللي هو النية، التوجه لله، الدعاء، حسن الظن، اليقين، الأفكار، القناعات الإيجابية، الخيالات الممتازة، هذا هو سعيك، هذا المطلوب منك، وتكون على يقين، تسلم الأمر كله لله، بس أنت تكون مستعد نفسيا معنويا، تعيش في خيالك الحياة اللي أنت تبغاها، وتصير معك مع الوقت، وبتظهر لك رسائل إذا كان عندك أخطاء، عندك أمور تبغى تعدلها، تحتاج تسويها، اسأل الله أن يلهمك، قل يا رب أرني اليسر اللي مع العسر، يا رب ساعدني للخروج من الأزمات اللي أنا أعيشها، علمني، فهمني، تظهر لك يقينا، راح تظهر لك أسباب ورسائل توجهك. تعرف اللوحات الإرشادية في الطريق، يمين يسار، مواقف تظهر لك، يعني أشياء من الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الأشخاص يقول أنا والله ما أدري من وين أبدأ، ما أدري من وين ليش يقولون كذا، بس ما أعرف وش مشكلتي، سويت كل شيء. لا، إحنا مضيعين الباب الرئيسي، إحنا مضيعين الباب الصح اللي هو أسهل طريق وأوضح طريق وأقرب طريق، هو الطريق إلى الله فقط. هذا هو اللي احنا ملخبطين فيه، اللي ما احنا مقتنعين فيه، ممكن سبب قناعات، افكار، معتقدات بنيت في اذهاننا. آن الاوان انك تقول لها خلاص ستوب، انا امنت بوجودك يا رب، وتعلمت من الدروس السابقة في حياتي، الان انا اتوجه لك باخلاص، علمني يا الله، فهمني ودلني. الله يعطي متى ما كنا مخلصين. ستيف هارفي كان عايش مشرد في شوارع امريكا، ساكن في سيارته، وضعه تحت الصفر من جميع النواحي، مشرد، بس يقول كنت كل يوم أدعي الله.
يقول أنتم ما تدعون الله، أنا كنت كل يوم أدعي الله كل يوم مع اليأس اللي هو فيه ومع المشاكل ومع خليل رفاتي اللي أدمن المخدرات وتعرض للاغتصاب والتحرش وتعرض للتشرد، وأبوه أبوينه كانوا في مشاكل من أب ظهر مسلم فلسطيني وأمه كانت يهودية ظهر أرجنتينية، وعاش مشرد وكان يأخذ هيروين. خليل رفاتي الآن يصور في الطيارة الخاصة، بس أنه عرض الطريق السهل، بس أنت دع الله أن يعلمك الطريق السهل. وله يعني شكرا للمشاكل والمعاناة والألم اللي عشنا فيه لأنه علمنا وفهمنا، إذا ما علمني فأنا فشلت في الاختبار، إذا ما استفدنا من الدروس القاسية اللي تضربنا على روسنا وقلنا لا هنا نوقف شوي ونسأل أنفسنا وش الخطأ اللي سويناه. الله ما يريد لنا الشر، إحنا عندنا أخطأ، أنا أتحمل مسؤولية وأتوجه لك يا رب وعلمني. يعلمك اللطيف بعباده،